حقيقة عجيب عندنا سلاح لكن لا نعرف كيف نستعمله. شوف الإسلام قطعة جمال شهادة لا إله إلا الله، أغلى هذا الإله أنبياء أنه يوم نرجع إليه، صدق أمانة وفاء حياء غيرة مروءة حسن المعاشرة حسن الجواب، حقيقة أعظم سلاح بأيدينا. شيء من هذا السلاح ديل كارنيجي أخذه في أمريكا 300 مدرسة أسس، شيء من راجعوا كتابه كيف تكسب الأصدقاء، شيء من تعاليمنا، شيء. حتى فرد واحد من أصدقائي كان جاي عندي في كربلاء من أصدقاء كارنيجي قبل 30 سنة، تكلمت أنا معه وقلت له هو جاء عند والدي الله يرحمه، هو كان مسلم ساكن أمريكا ومن أصدقاء كارنيجي، قلت له هذا الشيء اللي كارنيجي ذكره في كتابه كيف تكسب الأصدقاء هذا موجود في كتابنا جامع السعادات، وهو جزء من جامع السعادات مو كله، الفضل مو إله. قال صحيح الفضل مو إله، لكن هو لا يعلم بهذا الكتاب، وهو عن نفسه يقول هذا الشيء وفضله هذا. حقيقة جزء من تعاليمنا ينير العالم، لكن لنعرف كيف نستعمل هذا السلاح.